السلام عليكم، وحلقة جديدة وما احنا نقدر نحقق حلمنا. والنهاردة يعني انا بعتبره لقاء ممتع وهيبقى ممتع، وانا واحدة من الناس كنت منتظراه جدا. معانا كوتش ودكتور، ودكتور محمد مصطفى انا برحب بيه وبيشرفني، وهو إضافة كبيرة جدا للقناة وللصفحة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة. اهلا بيك يا كوتش، اهلا بحضرتك، وعليكم اخبارك السلام ايه؟ ورحمه الله وبركاته. منور الدنيا كلها والله، من السعودية. يعني احنا دلوقتي بنقابله من معقل شغله في السعودية، ربنا يا رب يديله الصحة. ربنا يبارك في حضرتك. عرفنا بنفسك كده يا كوتش، مين هو الدكتور محمد مصطفى؟ طيب خليني قبل ما اعرف نفسي الاول اقول ان شايف ليا ان انا ابقى مع حضرتك طبعا النهارده، ربنا يعزك. ويعني حاجه جامده جدا، اتمنى ان شاء الله ان انا استغلها واستفيد من وجود حضرتك. ويمكن ربنا الشرف بس يعزك. مش بس من وجودي مع حضرتك، الشرف ان انا ابقى موجود كمان في مكان قاعد فيه، يعني مش عايز اقول بقى زمايلنا، ده هم اساتذتنا، يعني كل الكوتشز اللي طلعوا مع ربنا حضرتك بصراحه يعزهم وبنتعلم كلهم، منهم، كلهم فوق راسي والله يا دكتور، والله يعني كلكم فوق بصراحه راسي كلهم والله. ناس محترمه جدا، وطبعا حضرتك اولهم، فالحقيقه الله يعني يكرمك مسؤوليه نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون قدها النهارده يا باذن رب، الله. نكون إضافة النهاردة لكل الناس يا رب بيستفيدوا بجد، يا رب نفسنا يا رب ان شاء ده الله هدفنا ان شاء أصلا الله إن شاء الله. اتفضل اكيد يا ان دكتور شاء الله. محمد. طيب انا محمد مصطفى، انا صيدلي حاليا في مكه في السعوديه، يا و ده احنا بقى يا دكتور اكيد طبعا من غير ما تقول يا دكتور اكيد، إن شاء الله. وهيلث كوتش او مرشد صحي زي ما بيقولوا، وصاحب فكره ويلنس فود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ان شاء الله كده، واحنا ماشيين كده بالهداوه نقول للناس ايه فكره ويلنس فود ونعرفهم على فكره ويلنس فود باذن الله. أكيد طبعا. أنا بس عايزة أعرف، دكتور محمد دكتور صيدلي، اتفضل. تمام. وكتير من الدكاترة الصيدلة بياخدوا كارير إن هم يبصوا على الهيلث والدايت والحاجات دي، ماشي كل ده كويس جدا. دكتور محمد فكر ليه في الكوتشنج؟ تمام، هو فكرنا في الكوتشنج لاعتبارات كتير، خلينا نقسمهم كده في حاجتين عشان ما نقطعش على الناس. الحاجه الاولانيه تمام. حاجه بيرسونال شويه او حاجه شخصيه، وهي حته الصيدله، يعني حضرتك عارفه ان الصيدله تعتبر كمجال طبي، وفي حته يعني نفس الوقت حته الهيلث كوتشنج حاجه صحيه، فزي ما بيقولوا في بيتها، يعني ما رحناش بعيد. جميل، دي إضافة اول يعني حاجه. عايز تتميز في اللاين بتاعك. بالظبط. يعني يمكن جميل. مع شهاده كمان بعض الناس القريبين ان الواحد يعني كان له في المذاكره شويه وبيحب يقرا، فالواحد قال برضه يستغل الحته دي وينمي فيها القدرات في المجال الصحي عامه، يعني وفي الارشاد الصحي برضه. في يمكن أنا ممكن عايزة أوقف حضرتك هنا، عجبني اتفضل. قوي الجملة دي. الدكتور محمد، وده اللي بنقوله للناس كلها، هو شاف في نفسه إيه؟ لقى قدراته راحة لفين؟ يعني فاهم نفسه وفاهم قدراته، فهو لما لقى نفسه إنه عنده استعداد يذاكر وعنده استعداد يقرأ وهو بيحب ده، فراح للطريق ده، أو لما خد طريق قال مش هتعب فيه لأن أنا واحد بحب أعرف وأضيف لنفسي. فدي بنحب نقولها للناس كلها يا جماعة، يعني بجد عززوا القدرات اللي عندكم، كل واحد فينا عنده حاجة حلوة. هو الحاجة الحلوة طبعا أو من ضمن مميزات الدكتور محمد، زي أنا ما بعرفوش، أنا لسه بعرفه معاكم، إنه هو قارئ جيد وبيحب المذاكرة. نكمل يا دكتور، اتفضل. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده فعلا، يا ريت الناس تحط ايديها على نقط القوه بالظبط. بتاعتها، حتى لو هتسال الناس اللي حواليها اللي بتثق فيها وتاخد برايهم ويحاولوا يستمروا في ان هم ينموا النقط دي. برضه من ضمن الحاجات ان انا كان ليا تجربه كده، انا وصلت وانا عندي 17 سنه ل 115 كيلو، فكان موضوع برضه من المواضيع، ويعني برضه فرصه هنا ان انا اقول للناس ان انا مش عشان كنت في يوم من الايام عندي زياده وزن وخسيت فانا لازم ابقى هيلث كوتش شاطر، لا، هي الحته مش كده، لان برضه في جمله ابتدت تبقى موجوده دلوقتي، يعني بتضايق الناس اللي بتنتسب للمجال العلمي شويه، جمله انا جربتها ونفعت. جمله انا جربتها ونفعت دي بعيده شويه عن العلم، لان العلم عشان ناكد فيه حاجه محتاجين تجارب ودراسات طب وابحاث وحاجات استاذنك كتيره برضو جدا. في حاجه هنا يا دكتور، اتفضل. ماشي. انا متفقه جدا مع كلمه ان انا جربتها ونفعت، دي ما بحبهاش ومش صح. بس شابوه وبحييك لحاجه مهمه جدا، انك لما انت كنت عندك زياده وزن دي تجربه مهمه كخبره بتضيف لك، وانت بتقعد مع جلسه كوتشنج حاسس باحساس الشخص اللي هو عنده زياده وزن حاسس بيه. زي انا كده ما كنت مريضه كانسر، اكيد لما هاجي اكلم حد يا حبيبتي او حد عنده مرض زي كده او مرض من الامراض الكبيره برضو، هكون حاسه بيه قوي. هو بيحس بايه؟ هيعيش مش هيعيش؟ شعره شعرها؟ جسمه شكله؟ عم فبجد الاكسبيرينس. برضو هنقول تاني، قدرات او خبرات مرنا بيها ليه ما نستفدش بيها؟
مش شرط تحت ليبلنج او كونسبت ما جربتها ونفعت، لا تمام تحت كونسبت هي خبره، وليه ما استفدتش بالخبره دي واوصلها لناس؟ بالعكس ده انت اصل يعني حبيبي الوزن الزياده ده فعلا بيوصل يبقى مرض، فانت بالعكس ده بتعالج مرض. طبعا طبعا فاتفضل انا بقطعك بس عشان ساعات بحب اقف كده عند حاجات تجمع يعني تنور عند الناس حبايبنا. لا طبعا حضرتك عندك حق في كل اللي انت قلتيه، وطبعا الف سلامه على حضرتك وعلى كل الله يكرمك. المرضى، ربنا يشفي يعني كل الناس. لكن برضه حضرتك ضفتي الاضافه اللي هي اللي انا كنت فعلا عايز اقولها، ان هي حته ان الواحد عدى مرحله معينه ووصل لهدف معين ناس كتير بتحاول توصل له، فلما يتعامل معاهم هيبقى فيه زي ما بنقول كيمياء شويه كده، فهنعرف ان احنا نتعامل مع الناس صح، ونعرف الناس نفسياتها عامله ازاي. ده هيبقى يمكن ال... الكومباشن موجود بالظبط بالظبط يعني، بالظبط ده يمكن ال... والتعاطف والتراحم والإحساس، وحتى يعني فعلا الكريستي او يعني هتبقى في محلها، طبعا مش حضرتك بتبقى عندك بتسأل حق في كل أسئلة اللي انت كده بتقوليه. ايه ملهاش معنى، لا ده انت بتسأل عشان عارف السؤال ده هيخبط فين فيرد عليك ايه. ده حقيقي، اصل انا بلاحظه طبعا لما بعمل كويشن لحد عنده كانسر، انا لما هسألها السؤال الفلاني ده هعرف هي هترد تقول ايه، يعني هتفرق. طبعا طبعا حضرتك طبعا محقق في كل اللي قلتيه. ده يمكن في موضوع الحاجه البيرسونال زي ما قلنا يعني. اما النقطه الثانيه بقى هي نقطه التشينج او نقطه التغيير بشكل عام. يعني خلينا كده لما نيجي نبص على حته التغيير، نلاقي مثلا لو حد مثلا، وخلينا بقى في حته زياده الوزن بما اننا مسكنا فيها، تكمل معانا لغايه اخر الحلقه النهارده ان شاء الله. إن لو شاء حد الله. مثلا عنده زياده وزن وعايز يتخلى عن بعض العادات الغذائيه الغير صحيه ويخس ويعني يكتسب عادات غذائيه كويسه ويبقى نسخه احسن من النسخه اللي هو فيها، فدي حاجه ممتازه جدا وحاجه رائعه جدا. The لكن لو best عملنا version of me. الايه؟ The best version of me. أحسن بالظبط يعني بالظبط احسن نسخه مني بالظبط أحسن نسخة مني. بالظبط. لكن الغريب بقى ان احنا لو عملنا زوم ان شويه على الناس اللي بتتغير دي، هنلاقي ان اغلب الناس اللي عايزه تتغير بتخاف من التغيير، علشان ده برضه حقيقي. والموضوع ده حقيقي فعلا، لان احنا بطبيعتنا احنا اعداء ما نجهل، والانسان عدو ما يجهل. فحتى لو كان التغيير ده للافضل، لكن بنفضل نقول نفضل زي ما احنا ونخاف من التغيير. المشكله اللي زي ما بيقولوا كده بيزود الموضوع ده كمان نوع من انواع الخطابات الموجوده. يعني بنشوف حتى الموضوع ده في مجال الاكل دلوقتي، تلاقي مثلا الخطاب اللي بيتصدر دلوقتي اوعى تاكل عيش، العيش هيزود مقاومه الانسولين وهيجيب لك مرض السكر، اوعى تشرب لبن، اللبن اثبتوا ان هو بيزود هشاشه العظام، اوعى تاكل فواكه علشان سكر الفركتوز هيزود دهون الكبد، اوعى مش عارف تعمل ايه علشان هيحصل لك مش عارف ايه. يعني كلام حضرتك ده بيودينا لسؤال مع الدكتور محمد النهارده، بيودينا لسؤال كلمة الإرشاد الصحي، هي دي بقى تمام المطلوبة اللي هترد على كل اللي حضرتك هتقوله لنا، فعايزك توضحها لنا فعلا الفرق بين الهيلث كوتشنج والإرشاد الصحي عشان نكمل على كلام حضرتك ده. اتفضل يا دكتور. تمام هوضح انا لحضرتك حته الارشاد الصحي. بس اللي كنا عايزين نقوله في الحته دي ان لازم يبقى في شكل من اشكال التوازن ما بين اللي بنقول عليه الفير بيزد موتيفيشن او التحفيز المبني على الخوف، وفي نفس الوقت اللاف بيزد موتيفيشن، التحفيز المبني على الحب او الرجاء. حتى احنا في عقيدتنا لما بنيجي نعبد ربنا بنعبد ربنا ما بين الخوف والرجاء، لازم يبقى في توازن ما بين الاثنين. لكن المشكله ان عاجبني الخطاب قوي اللي المصطلح ده يا دكتور، ربنا يكرمك فعلا، رائع رائع رائع. اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك، لكن المشكله في الخطاب اللي بيتصدر للناس دلوقتي كله تخويف تخويف تخويف. اه ما ننكرش ان احنا كبشر 80% مننا بيتحرك لما بيخاف، لكن ال 80% دول تقريبا يعني 90% منهم بيقف في وسط الطريق او بيرجع تاني لو قدر الموضوع مبني على الخوف بس. بل ان احنا بقينا نسمع بعض الناس من كتر الخطاب اللي بيتصدر ده يقول ايه؟ طب انا كده كده عندي زياده وزن وعندي مثلا سكر او عندي ضغط او عندي او عندي، طب ما انا كده هموت، وانتوا لما تمنعوني عن كل الحاجات دي طب ما انتوا كده برضه بتموتوني، طالما كده كده هموت خلوني اكل اللي انا عايزه بقى. فيعني وصلنا لمرحله صعبه قوي بسبب المبالغه في خطاب الخوف. ويمكن ده بقى اللي هياخدنا لحته الهيلث كوتشنج زي ما حضرتك قلتي، علشان نعرف الناس يعني ايه الارشاد الصحي. بس عشان نعرف الناس يعني ايه الارشاد الصحي، نقول الكوتش بقى بيعمل ايه. الكوتش وظيفته ان هو لما بيجي له العميل بيحاول يوظف المعلومات اللي عند العميل دي ويخليها سلوك، يحولها لسلوك، يحولها لشكل عملي. دلوقتي مع طبعا وجود اليوتيوب والفيس ومنصات التواصل كلها بقى فيه معلومات طبيه ممتازه جدا. هتلاقي اللي جاي مثلا عايز يخس، عايز يعمل نظام دايت معين زي الكيتو دايت مثلا، وعنده يعني زي ما بيقولوا الكتالوج، عارف هو هيعمل ايه. لكن نيجي نتكلم معاه ونبص في نظامه الغذائي، نلاقي ان هو عاداته الغذائيه اغلبها مش كويسه، فبقى هنا في فجوه او في جاب ما بين المعلومات الجميله جدا اللي عنده والسلوك اللي هو بيعمله. فدور الكوتش هنا
ان هو يساعده ان هو يوظف المعلومات دي كسلوك. ويمكن ده اللي كان بيقوله الفيلسوف او الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي لما كان بيقول ان بعض الناس بتتشابه في المعرفه لكن بعض الناس دي هي بتختلف في السلوك، وده ان دل يدل على ان الثقافه مش مجرد معرفه. طب ممكن فحته ان اضيف اسال في حاجه كده يا دكتور بعد اذنك؟ هل اتفضل هنا برضو دور الكوتشنج، وصححني طبعا لو انا غلط، اتفضل هيضيف الجمله الجميله اللي انت قلتها دي، ان ليه يعمل او يصحح عاداته بحب مش بخوف، صح كده طبعا ولا انا غلط؟ بتوازن بين الاثنين، بين الخوف والرجاء زي ما قلت يعني لحضرتك. يعني هنعتبر الخوف هنا اني بديله اويرنس، يعني الارمز هنا فعلا، وفي نفس الوقت يحب نفسه وشكله وهو صحته كويسه. بالظبط بالظبط حته الخوف زي ما قلت لحضرتك ان برضه خلينا ممكن نقول شكل من اشكال الخوف الالم. يعني ايه الالم بقى؟ ودي حاجه مهمه يعني، وبشكر حضرتك انك يعني لفتي نظري ليها علشان اوضحها، ان كرد فعل على الخطاب اللي موجود دلوقتي اللي كله الم وخوف، ظهر نوع من الخطابات الثانيه اللي هو انت تقف في المرايه تقول انا هخس وان شاء الله تنام وتصحى بعد اسبوعين ثلاثه تلاقي نفسك زي الفل. وفي يعني الحقيقه انا لو يعني وقفت في المرايه كده وقلت انا عينيا خضراء وشعر اصفر هقوم الحمد لله ملونه. تقريبا يعني فيعني برضه ده يفكرنا برضه بكلمه الحسن البصري لما كان بيقول لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يعني فكره ان لازم ان احنا ناخد بالاسباب ولازم نشتغل ولازم نوازن ما بين الاثنين. فحته ان حد يجي يقول لنا هتخس بدون الم، هتلعب رياضه بدون الم، هتولدي بدون الم، مفيش حاجه في الحياه بدون الم. بالظبط. كل حاجه في الحياه ومفيش لذه صافيه ومفيش الم صافي. اللي قاعد دلوقتي بياكل اكيد مبسوط لكن بعد شويه هيتالم لما صحته تتاثر، واللي دلوقتي بيحاول يحسن من عاداته الغذائيه ممكن يكون عنده شويه الم ان هو بيتنازل عن بعض الحاجات اللي بيحبها لكنه بعد شويه هيتبسط وهيبقى فيه لذه. كذلك اللي بيلعب رياضه واللي ما بيلعبش رياضه. فهي دي حته الخوف اللي انا اقصدها، ان لازم يبقى فيه توازن ما بين الالم اللي بيحصل نتيجه ان الواحد بيستغنى عن عادات قديمه. ويمكن دي كلمه للامام ابن القيم برضه كان بيقول فيها وطائق الناس لمألوفاتها شديد، يعني حتة ان انت تخلي واحد يتنازل عن عادة هو متعود عليها دي حاجة جديدة مش حاجة سهلة ده ايا حقيقي. بالظبط. فهي حتة التوازن بقى ما بين الاثنين كده. يمكن اتكلمنا على دور الكوتش في ان هو بيساعد، انه بيساعد العميل ان هو يحول المعلومات اللي عنده لسلوك. يمكن في دور تاني للكوتش في حتة الهيلث كوتشنج او الارشاد الصحي، بتبقى مختلفة شوية عن جوانب كتيرة للكوتش، وهي حتة تصحيح المعلومات. بتيجي عايزه تخس مثلا 10 كيلو في الشهر، طب هتعملي ايه؟ هعمل دايت مثلا البرتقال والزبادي، افطر برتقانه وزبادياية وهتغدى نفس الكلام وهتعشى نفس الكلام. ما ينفعش هنا دور الكوتش ان هو ياخد المعلومات دي ويقعد مع العميله ويحولها لسلوك، لان المعلومات دي عشان هو يسمع كلامها ان شاء الله الجلسه الجايه يعملوها في المستشفى وهي معلقه محاليل، فمش هينفع. فهي دي اللي بنسميها الهيلث الليتراسي او الاميه الصحيه. وللاسف في دوله زي انجلترا، دوله من دول العالم الاول، تقدر تقريبا الهيلث ليتراسي في كبار السن اللي بيشتغلوا كمان العاملين بنسبه 43%. فعشان كده من دور من الادوار الهيلث كوتش ان هو بيصحح بعض المعلومات اللي بتنتسب زورا للمجال الطبي او المجال الصحي. علشان طب كده ازاي بقى يا دكتور واحنا بنقول في الكوتشنج اني ما بقدرش ادي نصيحة، امال بنقولها ازاي؟ طيب، يمكن زي ما قلت لحضرتك ده بيختلف شويه في الهيلث كوتش، لان برضه حته الارشاد الصحي زي ما قلنا بيبقى ليها علاقه ببعض المواضيع العلميه. فما ينفعش انا حد يجي يقول لي مثلا انا عايز اعمل النوع ده من الدايت وانا عارف ان النوع ده مشاكله اكتر من مميزاته وممكن يؤدي لمشاكل صحيه. برضه ما ينفعش، لان هنا زي ما بيقولوا يعني to be safe is better than to be sorry، ان الواحد يعني يبقى امن احسن ما ايه ما يتحط في مشكله بعد كده. فيمكن ده دور من ادوار كمان الهيلث كوتش، حته تصحيح المعلومات للناس. جميل. علشان كده ممكن بقى نحط تعريف لحته الارشاد الصحي او الهيلث كوتشنج، ان هي ايوه. العمليه اللي العميل بيوصل فيها لاحسن اختيارات صحيه مناسبه له علشان يحاول يعتمد عليها كسلوك ويتخلى بيها عن العادات الصحيه القديمه ويكتسب بيها عادات صحيه جديده. العادات الصحيه الجديده دي بتوصله لمرحلة عالية من الصحة بنقول عليها العافية، العافية اللي كان بيدعو بيها النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. اللهم ويمكن ارزق. ده سبب من الأسباب إن إحنا سمينا الفكرة بتاعتنا ويلنس فود، عشان نقول للناس يعني إيه عافية ونحببهم في المصطلح ونحاول نوصل له.
عاجبني كلامك جدا يا دكتور. نتنقل لحاجة تانية كده، ربنا يبارك احنا ان حضرتك شاء الله هنقسم الحلقة دي كده الكبيرة دي اللي احنا هنقعدها لحلقات صغيرة، فاحنا ايه إن بناخد شاء كل الله. سؤال كده لوحده. طيب، تمام مدارس الهيلث كوتشنج، في مدرسة بتركز على البادي والتغذية والأكل، ومدرسة أخرى بتركز على الشعور والمشاعر والإحساس والثينكينج. نتكلم أكتر عن الجزئية دي يا دكتور محمد. تمام يمكن زي ما حضرتك قلتي في مدارس كتيره في حته الهيلث كوتشنج، خلينا نقسمهم مدرستين زي ما حضرتك ذكرتي كده بالظبط. المدرسه الاولى اللي بتشوف ان الشخص ده طالما جاي عايز شكل من اشكال الهيلث كوتشنج او الارشاد الصحي، يبقى احنا نحاول نلتزم معاه بثلاث حاجات: الاكل والرياضه والتوتر. طالما الشخص عرفنا نظبطه الثلاث حاجات دول، هو كده صحيا تحت السيطره. دي مدرسه من جميل. المدارس. المدرسه الثانيه بتفترض ان احنا بنتعامل مع الشخص كوحده واحده، كحاجة كده كلية كلها على بعضها. علشان كده بتقسم الشخص ده لبعض الحاجات الجسدية زي مثلا الأكل، زي الرياضة، زي النوم، زي الماديات، زي الشغل بتاعه، الوظيفة بتاعته، أو مثلا زي كمان البيئة اللي هو عايش فيها، الأماكن اللي بيروحها، اللي بيخرج فيها، الحاجات دي. وبتقسم بعد التقسيم الجسدي تقسيم روحي. روحي مثلا زي إيه؟ زي العلاقات، المشاعر، زي مثلا الهوايات، الإيمانيات. بتبص للفرد وبتتعامل معاه كوحدة كاملة في الحاجات دي كلها. يمكن المدرسة دي بتورينا حاجة مختلفة شوية، بتورينا إن بعض الناس ممكن تيجي عندها تحدي معين في الأكل، تقعد مثلا بالليل قدام التلفزيون تجيب مثلا كيس البطاطس الحجم العائلي والعلبة وإزازة المياه الغازية، وتقعد بقى واحدة من هنا على واحدة من هنا، فجاية عندها تحدي مثلا في الأكل عايزة تحله. فنفاجأ لما نتكلم إن ممكن يكون هي عندها أصلا تحدي في الشغل، في مثلا ستريس معين في الشغل أو ضغط معين في الشغل هو اللي بيخليها تطلع الموضوع ده في الأكل. او مثلا عندها علاقه معينه فيها مثلا مشاحنه معينه مع حد من صحباتها او حد من قرايبها، عندها مثلا استحس في موضوع الماديات بسبب الفتره اللي فاتت والكورونا والحاجات دي. فالمدرسه دي بتعلمنا ان ممكن يبقى التحدي الاساسي مش في الاكل، ممكن يبقى في حته تانيه. وده اللي خلانا بقى، او ده السبب التاني ان احنا نسمي ويلنس فود بالاسم ده. اتكلمنا على حته الويلنس، ايه بقى فود او ايه اكل العافيه، يعني معنى المصطلح ده ايه. وكاننا بنقول للناس ان زي ما وجبه الغداء عباره عن مجموعه من الاكلات، شويه رز، شويه لحمه، شويه سلطه، ولازم ناخد من كل اكله منهم شويه عشان نشبع ونبقى اتغدينا. فاحنا برضه الويلنس او العافيه عباره عن شويه مكونات، مكونات جسديه ومكونات روحيه. قسمنا المكونات دي ل 12 مكون وحطيناهم في لعبه اكيد طبعا حضرتك عارفاها اسمها الويل اوف لايف او عجله الحياه، لكن أكيد. سميناها بقى عندنا ويلنس ويل او عجله العافيه. بنخلي العميل اللي جاي يعدي على ال 12 أكلة من أكلات العافية ويدوق منهم عشان يوصل لمرحلة الساتسفاكشن أو مرحلة الرضا، وفعلا يحس بالعافية في الجوانب المختلفة. ودي فكرة ويلنس فود ببساطة، وأتمنى إن هي تكون وصلت. لا دي جميلة والله. بمناسبة التوتر اللي اتكلم عليه الدكتور، فعلا كنت مرة مع دكتور بباشر معانا النظام صحي، فلقيتني ان انا ملتزمة جدا بالاكل اللي بيقول لي عليه، بس انا ما خسيتش في الاسبوع ده. فبيقول لي ليه؟ قلت له كان ايام الثورة وحاجات كده، قلت له كنت تمام بتفرج على التلفزيون كتير فبتوتر، فما كنتش بعرف انام كويس، فعشان كده ما خسيتش برغم التزامي يعني البحت بالاكل وكل حاجه. لكن فعلا فعلا التوتر يا رايد، التوتر وقله النوم او النوم اللي مش بعمق فعلا، ولا كانك بتعمل حاجه، الاكل ولا كانه كان له لازمه اللي انا مشيت عليه خالص. بالظبط بالظبط فده فعلا. فعلا حته التوتر التوتر. زي ما حضرتك قلتي، وكمان قله النوم، يعني فعلا النوم من الحاجات المهمه في تنظيم الهرمونات، زي هرمون الجرين، هرمون الجوع. النوم الكويس بيخلي هرمون الجرين او هرمون الجوع يقل شويه عندنا. كمان حته التوتر، الجسم لما بيتحط في توتر مستمر الجسم بيحس بالخطر، فالجسم لما يحس بالخطر يمسك الدهون بتاعته، لان الدهون بالنسبه للجسم مش حاجه وحشه، دي حاجه بيحافظ بيها على الاعضاء الداخليه، فيمسك فيها بقى يقول لها والله ما انت خارجه، فتفضل بقى الدهون في جسمنا بالذات في منطقة الوسط أو منطقة البطن. ففعلا بعض الناس اللي ما بتعرفش تخس بسبب التوتر لازم الأول تهدي نفسها عشان تعرف تخس. ده حقيقي. طيب النيش اللي حضرتك اخترته ده يا دكتور، انت شايفه ان في سويلنج ولا حاجة جديدة، ولا الناس فاهماه؟ انت بتشوفه ازاي النيش اللي حضرتك اخترته او التخصص ده الهيلث كوتش؟ والله هو يعني زي ما حضرتك قلتي، هو ممكن الموضوع يبقى فيه صعوبة شوية، لأن حتة الكوتشنج نفسها جديدة، إن هي ممكن يبقى فيها نصيحة شوية، يعني حتة إن هي تصحيح نوليدج ممكن تبقى جديدة شوية في الكوتشنج. وفي نفس الوقت حتة الكوتشنج في المجال الصحي
برضه جديده، لان الناس في المجال الصحي بتستنى ان هي تتعامل مع معلومات، اديني معلومات اديني معلومات. طب ما انت عندك معلومات، ممكن المعلومات دي زي ما قلنا ما توديش لسوق، بل بالعكس ان زياده المعلومات في بعض الاحيان بتخلي الناس خلاص ما مش عايزه حاجه بقى، يعني من كتر المعلومات بتسيب كل اللي في ايديها وتقف في مكانها وتحس ان هي اتعطلت. فعشان كده هو الموضوع فيه تحدي شويه، لكن زي ما اتفقنا في الاول موضوع يعني الحمد لله كان يعتبر باشن، وزي ما قلنا ربطنا شويه حاجات ببعضها كده وقدرنا نوصل بحته الهيلث كوتشنج في الاخر وفكره الويلنس او العافيه، فان شاء الله نحاول ان احنا نوصلها للناس. مبسوط بيها. انت شايف لو النهارده بسألك هنا كده سؤال زي ما بنسأل كده اي كلاينت بيجي لنا، هعمل نفسي بقى كوتش انا النهارده، وانت شايف نفسك ازاي النهارده بعد ما حققت بقى الحلم ده او الهدف ده او الجول ده؟ بص خليني اقول لحضرتك ان هو يعني لسه ما اتحققش برضه، احنا لسه ماشيين في الطريق. فحته ان انا مبسوط، هو الفكره مش ان انا مبسوط، انا راضي يعني لغايه دلوقتي الحمد لله انا راضي على لغايه المرحله اللي انا وصلت لها، لكن اكيد هتبسط اكتر لما البلان اللي انا حاططها لنفسي تكمل وافضل مستمر فيها يعني. ويمكن هنا حاجه مهمه برضه علشان نقولها للناس، بما اننا برضه اخذنا موضوع التخسيس من اول الموضوع، ان احنا لازم نوازن ما بين حاجتين، الاستمراريه والكمال. مصطلح الكمال هيبقى صعب شويه كبني ادمين مش موجود، فلو دورنا عليه هنتعب، لكن اهم حاجه ان احنا مستمرين. ممكن نكون مستمرين لكن او مستمرين بخطوات بسيطه او صغيره، لكن مستمرين احسن من نقف مكاننا او نرجع لورا ونتراجع يعني. فهي حته لا ده الاستمراريه كلام بالنسبه مهم، لي هي لا الاساس. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، ده كويس انك حضرتك طرحتها، لان احنا كلنا مجربين طبعا ان احنا بنروح لدكاترة كتير، بس نقول ايه عايزة اخس 20، لو ما تخسش ال 20 ما ده بقى بالنسبة لي كأنه درجة من الكمال، لو ما خسيتش دول خلاص بقى بوظ بقى الدنيا، واقف في النص، مثلا اكون خسيت 5 ولا 6 ولا 7، بس طبعا كل سن زي ما انت عارف بيخس بطريقة مختلفة، فنيجي نقول لا خلاص مش هلعب. فدي بقى القصة اللي لا على الأقل اثبت، لكن مش هلعب وترجع من الاول تاني تبوظ الدنيا. فعشان كده دي من الحاجات برضو المهمه جدا، ان فعلا الكمال بالضبط لله، وقصه الكمال دي فعلا بتوقفنا عن حاجات كتيره. يعني انا بشوفها ان هي من الكلاينت اللي بيجوا لنا في العموم، يعني ان فعلا اللي بيدور على الكمال يكاد يكون احيانا ما بيوصلش لحاجه خالص، بيتعب بيتعب طبعا بجد بيتعب جدا يعني. طيب طبعا. هننتقل لدكتور، دكتور محمد النهارده منورنا، هيلث كوتش كبير. ربنا ممكن يبارك الله يخليك. ننقل النهارده دلوقتي للجزء بقى مهم جدا، اللي هو بنتكلم على التغذيه كعنصر اساسي او جزء اساسي في الهيلث كوتش، ومعضله فقدان الوزن، وجزئيه مهمه جدا اللي هي الحافز او الويل باور بتاعت كل شخص. ممكن نتكلم عن الجزئيه دي وحضرتك بتتعامل معاها ازاي؟ طيب تمام، نتكلم بقى عن التغذيه اللي هي يعني زي ما بيقولوا كده العمود الفقري بتاع الهيلث كوتشنج يعني. فخلينا بقى نحكي، طالما قبل ما نتكلم عن حته النيوتريشن كوتشنج او حته الارشاد الغذائي، نحكي كده يعني ايه قصه زي ما بيقولوا قصه قصيره حزينه يعني بتحصل احنا لنا معاك. كلنا يعني. تمام طيب، هي قررت ان هي هتخس تمام، جميل. او هي متحمسه او هي عايزه تخس تمام. عملت الدايت بتاعها اول اسبوع، نزلت مع صاحبتها راحوا يتفسحوا في المول مثلا، شمت ريحه الاكل، شافت الاكل، ابتدى يعني ايه الشيطان يوزها، لكن هي قررت ان هي هتكمل الدايت ونجحت. جات الاسبوع الثاني مكمله الدايت بتاعها وهي برضه متحمسه ان هي تخس، لكن خرجت لقت الاكل، ريحه الاكل، صوره الاكل، جت تاخد القرار انها هتكمل، ما كملتش وكلت، ابتدت تحس ان هي انسانه مش كوميتد، ان هي انسانه للاسف بتسمع كلام رغباتها وشهواتها انها انسانه ضعيفه وانها عمرها ما هتنجح انها تخس. اعتقد القصه دي بتحصل مع ناس كتير جدا، اعتقد يعني. اللي هو زي ما بقول ايه، فشل مره تروح جايبه بيه يعني 20 فشل زيه، مش مثلا خلاص بالظبط تسامح نفسها، نسامح ونبدا، لا مش بنسامح، عشان كده الفورجيفنس مهم جدا. اتفضل. بالظبط، خلينا بقى نشرح القصه دي ايه اللي حصل فيها كده، وان شاء الله نحاول نشرح بايجاز كده. اولا هي كانت متحفزه او هي محفزه انها تخس، هنا حته التحفيز حته الموتيفيشن ده اللي احنا نقصد بيه، ان هي كانت متحفزه جميل. ومحفزه انها تخس. موتيفيشن جميل جدا، موتيفيشن ده ان هي كانت عايزه تخس، الخسسان ده هيحصل بعد فتره مش هيحصل في يوم. فلما أكيد. نزلت تتفسح وراحت شافت الاكل، حصل نوع تاني من انواع التحفيز اللي هو تحفيز اللحظه اللي هي عايشاها، الاكل
والخروجه واللمه والصحاب والانبساط والحاجات الحلوه اللي كلنا عارفينها. تعرف بقى يعني الحاجات دي برضو بالظبط. بتتعب. الخناقه ما بين النوعين من التحفيز دول دخلت فيها الاراده اللي هي الويلنج، الويل. فلما كانت ارادتها قويه خدت القرار وقالت انا هكمل دايت. ده في الاسبوع الاولاني. الاسبوع الثاني لما ارادتها ما كانتش موجوده، وده طبيعي جدا لان في ناس كتير اتكلمت عن الاراده، الناس دي اختلفت في معنى الاراده، لا ويمكن انا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديوهين على ويلنس فود، لكن الناس دي اتفقت ان الاراده انا ما اقدرش احمل عليها على طول لانها ليها اوقات بتبقى قليله وما بتسعفنيش. فهي لما جت تستخدم الاراده برضه لظروف كتيرة يا دكتور على فكرة، يعني مثلا اكتئبت، زعلت، حد ضايقك، احبطت في شغلك، لا يعني بجد فعلا ليك حق تقول انها مش ثابتة، لان في اسباب كتيرة بتأثر فيها وده حقيقي. بالظبط. الإعاضة شكل من أشكال المشاعر اللي تبقى شوية فوق وشوية تحت، بالظبط فطبيعي كده. جدا إن هي تبقى إيه مترددة. فلما جت هي تستخدم الإعاضة في الأسبوع الثاني ما لقيتش الإعاضة، فعشان كده ما كملتش. ومش بس كده، عندنا حاجة كمان يمكن يعني تجربة اتعملت كده على بعض الناس، جابوهم وقالوا لهم إحنا عايزين نديكم حاجة من الاثنين واختاروا أنتوا هتاخدوا إيه. نديكم مثلا قسيمة شرائية ب 10 دولار تشتروا بيها من على موقع معين من على الإنترنت بكرة، ولا نديكوا قسيمة شرائية ب 20 دولار بس تشتروا بيها من على نفس الموقع كمان أسبوعين ثلاثة. فلاقوا حاجة غريبة جدا، برغم إن ال 20 ضعف ال 10 أغلب الناس قالت لا هناخد القسيمة اللي ب 10 دولار. وده اللي اضمن احسن من اللي ما اضمنوش. بالظبط ده اللي بيسموه طبعا في علم الاقتصاد يعني، وأنا آسف بقى إن أنا بتكلم في يعني إيه وحضرتك موجودة في علم الاقتصاد، ده اللي بيسموه بالهايبربوليك ديسكاونتنج أو الخصم المبالغ فيه. إن إحنا كبني آدمين بنميل إن إحنا نبالغ في الخصم او ان احنا نقلل قيمه الحاجات المستقبليه البعيده عننا لما نيجي نقارنها بحاجه موجوده في ايدينا دلوقتي. كاني بقول ايه يا عم عيشني النهارده موتني بكره، احنا نخرج بالظبط وناكل كده. ونتفسح وبتاع ومزاجنا يبقى حلو وهنروح من بعض فين، ما احنا هنخس لسه قدامنا اسبوع عشان كمان ولا كمان هتيجي 10 يا ايام بالظبط. فحته ان انا افضل طول حياتي علشان اخس معتمد على التحفيز والاراده، ده اثبت انه ما بيوصلش لنتيجه مرضيه. وهنا بقى يجي دور النيوتريشن كوتشنج او الارشاد الغذائي اللي بيعتمد على بعض التخطيط وبعض التفاصيل كده اللي احنا ممكن برضه نقول عليها بمثال بسيط. لو جبت شخصين وزنهم 80 كيلو وخليت الاولاني يخس كيلو واحد في الشهر، كيلو واحد في الشهر يعني ربع كيلو في الاسبوع، يعني مش حاجه اصلا يعني حاجه بسيطه جدا. والتاني ماشي على نفس الانظمه بتاعته وبنفس العادات وبيتخن كيلو في الشهر، لو جيت بعد سنه طبعا سنه فتره طويله ابص على ده وعلى ده الاقي ده بقى 68 كيلو وده بقى 92 كيلو، ف 24 كيلو برغم ان الاثنين كانوا بادئين من نفس الرقم. وده اللي احنا بنسميه بقى في النيوتريشن كوتشنج الكومباوندنج افكت او التاثير التراكمي، ان انا بتفق مع العميل على شويه حاجات صغيره كده، هو لو قعد فكر مع نفسه يقول هو الراجل ده مجنون ولا ايه؟ هو الحاجات دي اصلا ما بتعملش حاجه ومش هتجيب نتيجه، ده حاجات ممله. لكن الحاجات دي لما تتحط مع بعضها فوق بعضها كده بتدي تاثير كبير. زي بالظبط العربية. العربية عبارة عن إيه؟ عبارة عن كبوت وشنطة وسقف ودايركسيون وكرسي. لو أنا جايب كل حاجة من دول لوحدها فهي ملهاش لازمة أصلاً، يعني هعمل إيه بالدايركسيون لوحده مثلاً؟ هعمل إيه بشنطة العربية لوحدها مثلاً؟ هعمل إيه بالكبوت؟ هعمل إيه بالكرسي؟ يعني لكن أنا لما أجمع الحاجات دي كلها مع بعضها بتديني اختراع اسمه العربية اللي أنا بركبها وبسافر وبروح وباجي وبتنقل وبشتري والكلام ده كله. وده يمكن اللي بيسموه في علم النفس الجيشتالت افكت او الجيشتالت ثيوري، ان الكل اكبر من مجموع الاجزاء. مثلا نتفق مع العميل في نيوتريشن كوتشنج الجيتشل ده هو أساس الكوتشنج أصلاً. بالظبط بالظبط الجيشتالت ثيوري يعني من الحاجات اللذيذه جدا، يعني حتى ساعات بنشبهها بطبق الكشري. يعني هنا بقى بنتكلم في الاكل بقى يعني ايه ناخد فرصتنا بقى. الكشري مثلا عباره عن رز ومكرونه وعدس وبصل وحمص وصلصه وكل الحاجات الحلوه دي. طب ما احنا بناكل رز كل يوم عادي يعني، بناكل مكرونه برضه في بعض الايام، العدس اصلا ما بيجيش على بالنا. كل حاجه من دول لوحدها بتبقى حاجه، لكن الست حاجات دول لما بيتحطوا على بعضهم بيعملوا لنا طبق كشري محترم اللي يعني بيهز مشاعر كل واحد مننا. ده بيهز الصراحة. فهي دي النيوتريشن كوتشنج، ان انا مثلا متفق مع العميل اقول له مثلا انت الاسبوع ده هتشرب ميه مثلا بكميه معينه في مواعيد محدده، انت الاسبوع مثلا اللي بعديه هتنظم وجباتك بشكل معين، انت الاسبوع اللي بعديه هتلعب رياضه حتى ولو 10 دقائق مرتين ثلاثه في الاسبوع، الاسبوع اللي بعديه هتحط حته حلويات مثلا صغيره قد كده في اكلك كل يوم. هو لو قعد وفكر مع نفسه يقول هي ايه الحاجات دي اصلا؟ الحاجات دي هتعمل لي ايه؟ لكن بعد فتره
لما الحاجات دي فتلاقي بتتجمع مع عمل بعضها تغيير. بالظبط بتدي له فاليو عاليه جدا، وساعتها بيبقى هو وصل لاساس معين يخليه مش بس يعتمد على حته التحفيز وحته القياده، لا بيبقى اكتسب اساس عن طريق التخطيط وعن طريق النظام. فهو ده دور النيوتريشن كوتشنج هنا، ان هو ما بيخلينيش بس اعتمد على حته القياده والتحفيز. يعني هل كمان يا دكتور حضرتك كده بتتكلم جه في بالي اللي هي قصة إن دلوقتي بلاحظ دكاترة كتير بيسمعوا للعميل كويس قوي أو الكلاينت كويس قوي عشان يفهموا طبيعة تفكيره وطريقته والاتيتيود بتاعه عشان يعرفوا يجيبوا معاه نتائج كويسة. يعني بشوف دي بصراحة بالظبط برضو يعني إضافة، لأن أصل سيستم يومه، سيستم صحيانه، الهيلسي يعني الريكورد بتاعه، يعني حاجات كتيره كده بجد. يعني بتضايق قوي لو دكتور ياخد الموضوع ايه كانه ايه تك تك صفحات كده وخلاص، او ما يسمعش كتير. انا بعتبر ان الهيلث كوتش ده يعني فعلا انه يسمع ويتعامل مع كل كلمه بيقولها الكلاينت اظن هتفرق فعلا، هي اضافه لاي دكتور بيشتغل في الهيلث فعلا او في الارشاد الصحي. بالظبط بالظبط فعلا زي ما حضرتك قلت كده، لان يعني يمكن لو جينا نكمل بقى القصه اللي احنا حكيناها، اللي هي حته بقى ان هي بعد ما كلت ابتدت تحس بقى بالذنب وابتدت تحس ان هي مش كويسه وان هي عمرها ما هتنجح. فالموضوع ده بيحصل معانا كلنا لما نبقى عاملين دايت ده الحرمان ويجي والاستمرار، الحرمان والاستمرار. بالظبط الاكل يتحط قدامنا، المفروض ان احنا بناكل، طب احنا اكلنا المفروض نتبسط، لكن ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان احنا بنفضل نلوم نفسنا ان احنا ناس يعني مش كويسه، وان احنا بنسمع كلام رغباتنا وشهواتنا. طب لو الاكل اتحط وما اكلناش، المفروض نتبسط ان احنا ما اكلناش وارادتنا قويه، لكن برضه ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان احنا بنروح نقعد بقى نسال نفسنا، هو احنا ليه حظنا قليل في الدنيا؟ ما الناس كلها كانت بتاكل، ليه الناس تاكل واحنا ما ناكلش؟ يعني احنا هنفضل محرومين لامتى؟ ف لو كلنا نقول ايه الناس ده في ناس تاكل ولا يا جيراننا واحنا من بق ميه نتخن. بالظبط. فهو دكتور يمكن الكلام معاك ما بيخلصش بصراحه، ربنا يبارك في فاخيرا كده حضرتك، وليس اخيرا طبعا دكتور محمد النهارده مشرفنا طبعا هيلث كوتش كبير، عايزين ربنا يبارك يعني فيك. خطوط عريضه كده للناس طبعا لازم تتابعوا، وانا واحده من الناس والله هتابع وهفولو الصفحه بتاع مش الصفحه ده القناه طبعا اللي انا بحب اشوفه كده، ربنا قناه يبارك ويلنس فود طبعا. قول لنا يا دكتور كده خطوط عريضة للناس تعيش صحي وتاكل صحي. طيب، هي خطوط عريضه، ده انا متهيألي ان ده اصعب سؤال في الحلقه كلها على فكره، لان والله الفكره بس ان يعني احنا هتبقى يعني احتسبوا عند ربنا يعني. هي فكره ان احنا نحاول ان احنا نقول للناس كلها حاجه واحده يمشوا عليها، دي صعبه شويه. فخلينا دي تبقى اول نصيحه، ان كحاجه واحده تناسب الناس كلها بالذات في حته الاكل او في المجال الصحي، دي هتبقى صعبه شويه. احنا هنتكلم على بعض الاساسيات اللي الناس جميل. ممكن تستخدمها لو هم حاولوا يبدأوا وما يعني يعني ما اقصد لقوش زي التوفيق. النوم مثلا، يعني اقصد الحاجات يعني اللي كلنا لازم يعني نتفق عليها في العموميات يعني. تمام، طيب خلينا أول حاجة بقى نقول للناس إن إحنا لازم أول حاجة نعملها نحط هدف معقول في أي حاجة إحنا عايزين نعملها. يعني بيرفكت، حلو جدا. ما لان ينفعش اول أنا حاجه مثلا عايز هتحبطك انك انت تحط عايز تخس 30 كيلو في شهرين مثلا، يعني خلاص بالظبط انت مش بالظبط هيحصله اصلا. بالظبط اول ما بنعلي السقف بعد كده بنفاجئ بعدها بكام بالظبط. يوم السقف بيقع علينا ما يعورنا. يعني فيا ريت يا اللي جماعه هو دكتور كلمه سمارت، يعني طبعا هدفك ده خليه بالظبط فعلا سمارت نقدر نحققه ريلايبل وهكذا. اتفضل. بالظبط. فهي اول حاجه ان الهدف يبقى واقعي، دي جميل. اول حاجه. تمام، يعني لو هنقول هدف واقعي، فالناس اللي عايزه تخس ممكن تخس من نص كيلو لكيلو في الاسبوع بنظام ما فيهوش حرمان وما فيهوش تكلفه لا ماديه ولا جسديه ولا نفسيه كمان. تاني حاجة جميل. هنتكلم في حتة تنظيم الوجبات أو تنظيم الأكل، بما أننا قلنا إن الأكل هو العمود الفقري بتاع الهيلث كوتشنج. يا ريت الناس جميل. تحاول تنظم وجباتها 3 وجبات و2 سناكس. ناس كتير طبعا هتقول لنا ده دلوقتي بقى ناس بتتكلم في الصيام المتقطع، والله يعني فعلا الصيام المتقطع حاجة من الحاجات الكويسة جدا، لكن أنا عايز أسأل حضرتك، حضرتك تعرفي ناس بتخش رمضان وتخرج منه زايدة في الوزن، ولا كل الناس اللي تعرفيهم بيخشوا مثلا رمضان ويطلعوا يعني عنده يعني خاسين وفاقدين الوزن؟ والله يا دكتور انا كنت كده زمان، بس بقالي 3 سنين بالظبط الحمد لله الحمد لله ما بخرجش من رمضان زايده يعني، بس الحمد لله. لكن طبعا الحمد يعني لله لكن الحمد كتير لله، فعلا بخرج، لكن لكن لا كانت طول عمرنا التحدي بتاعنا ان احنا بنخرج من رمضان زايدين، ده حقيقي.
بالظبط. اذا الصيام مش هو العصايه الصحيه اللي الناس فجاه لقيتها وهتحل بيها مشكله زياده الوزن في كوكب الارض والكواكب المحيطه، لا احنا بنتكلم الناس ان الصيام المتقطع زيه زي اي حاجه، ينفع مع بعض الناس وما ينفعش مع بعض الناس الثانيه. من اوائل الناس اللي ما ينفعش معاها الناس اللي علاقتها وحشه بالاكل، اللي زي ما حضرتك قلتي، ودي حاجه مهمه جدا، اللي مقضيين حياتهم شويه منع وحرمان وشويه فاتحين على عشاء. انا فعشان كده منافع معايا عشان انا طول عمري ما بتعشاش، تمام او من فترة من سنين كتيرة جدا ما بتعشاش، فنفع معايا ان انا فعلا من الساعة 6 لغاية تاني يوم الساعة 7 او 8 او 9، لكن طول النهار ما بعملش صيام متقطع، يعني فاهمني؟ زي مش تمام مثلا اكل، يعني اكل وجبه وجبه وبعدين 8، لا مش بعملها الصراحه. لكن انا تمام بالنسبه لي من الساعه 5 او 6 اخر حاجه لغايه تاني يوم، فبكمل من 14 ل 16 ساعه، بس عشان دي كانت طبيعتي فعلا. لكن زي ما انت تمام بتقول، في ناس يا حرام يعني كمان طبيعه شغلها، يعني عشان كده بقول لك هي بالضبط ظروف كتيره يعني. بالظبط، احسنت حضرتك في اللي حضرتك بتقوليه. واحنا يمكن قلنا في الاول ان دي شويه اساسيات، الناس اللي لقت طريقها احيانا وعارفه طريقها تكمل زي ما هي، هي كده زي بالظبط، الفل. يعني احنا بنتكلم الناس اللي ممكن تكون لسه محتاره شويه. لانه على الاقل يا دكتور معايا انا بيثبتني، مش ما بيخلينيش ازيد يعني. تمام، ممتاز لو ما جدا. خسيتش ما بيخلينيش الصراحه، اللي هو 16 ساعه دول لما بجيب، وبعدين لقيته انه بيفيدني انا عشان عدم عرضه للكانسر، يعني بياكل الخلايا السيئه وهكذا يعني. بالظبط فاقنعت، انا ما احتجتش اقنع نفسي بقدر ان انا بس جبت 16 ساعه مش اكتر. بالظبط لكن من 12 ل 14 ساعة عادي شغال، ما ما فيش شاء الله مشكلة. ما شاء الله. لا حاجه ممتازه جدا زي ما حضرتك قلتي، طالما انا جربت حاجه ولقيت نفسي فيها خلاص انا كده عرفت بالظبط، عدلتي فين، فانا كده مش ما محتاج. اتخنقتش وما حسيتش بحرمان وما حسيتش بعدم استمرارية بالظبط يعني، بالظبط فده فرق معايا. اتفضل. بالظبط. النصيحه اللي بعد كده ان احنا نحاول ان احنا نقسم الطبق بتاعنا 4 ارباع، ربع انا اعتمد فيه على الكربوهيدرات او على مثلا بعض الحاجات زي مثلا العيش البني والرز البني، المكرونه، البطاطس المسلوقه، البطاطا، الحاجات اللي هي الحاجات اللذيذه دي. الربع الثاني نعتمد فيه على مصادر للبروتين زي اللحمه او الفراخ او السمك او البيض او الزبادي او اللبن. ويمكن بعض الناس ممكن ما تقدرش توفر بروتين حيواني في كل الوجبات، فممكن نعتمد على بعض البروتين النباتي زي العدس او الفول. الربعين الباقيين بقى نعتمد فيهم على طبق السلطه الجميل الملون بقى بالدريسنج صح بتاعه كده. وزيت الزيتون والخل والليمون والاعشاب والبهارات والحاجات الحلوه دي كلها. خش على الاثنين سناكس. السناك الاولاني ممكن يبقى ثمره فاكهه ايا كان نوع الفاكهه اللي موجوده مع 5 او 6 حبات مكسرات. السناك الثاني هيكون في حاجه من الحاجات او الحلويات اللي احنا بنحبها، بس حاجه صغيره قد كده، حته شوكولاتايه مثلا صغيره، بسكوتين، حته حلويات مثلا بسبوسه وكنافه او اي حاجه من الحاجات دي، يعني بالظبط تبقى قد يعني ايه نص الصوابع كده، لان الحته دي حته مهمه جدا اللي احنا بنقول عليها حته الاوتونومي او حته الاستقلاليه، ان لازم ابقى انا عارف انا بحب ايه واحطه في نظامي الغذائي، لان انا لو ما حطيتش الاكل اللي انا بحبه في نظامي الغذائي مش هكمل. وده يمكن اللي ياخدنا بقى لحته الاستمراريه، ويمكن النصيحه الاخيره اللي ممكن نقولها ان احنا ندور على الاستمراريه وما ندورش على الكمال. احنا كبني ادمين احنا صح مش كده، ملايكه، احنا عندنا نقص وعندنا نقط ضعف لازم نصايح نفسنا بيها. وانا على سبيل المثال انا هتكلم عن نفسي، انا امبارح كان عندي ضيف عزيز عليا كنت جايب له كنافه، وهو لما كان جاي لي جايب لي تورته، فيعني تورته وكنافه في يوم واحد يعني بقى خلص بقى، فما نشدش مناخير في الماضي زي ما بيقولوا يعني، وخلينا في النهارده نكمل طريقنا ونشوف احنا كنا رايحين فين. وعادي يعني احنا اصل كبشر يعني افرض فعلا ان رحت للناس فيهون اسبا نفسك، بالظبط بس ما جلدش الذات، ابدا تاني يوم كانه يوم جديد وببدا بنفس سيستمي تاني. ما انا بالظبط بتحصل معايا فعلا يعني، انا تقريبا خلاص منعت معظم الحلقات، لكن ما يمنعش انه ممكن يعني لو في عيد ميلاد حد او حاجه، بس برضه ما اخدش طبق تورته يعني، باخد يعني مجرد ايه يعني كده يعني. لكن هي فعلا زي ما انت بتقول فعلا مهمه قوي نفسيه الشخص عشان يستمر. بالظبط زي ما اتفقنا، الاستمرار لو حطيت اساس صح اقدر ابني عليه بعد بالظبط كده كده، واقدر استمر، وهيبقى ده هو ده اسلوب حياتي، وهيبقى الموضوع ابسط بكتير من ان انا اخد الموضوع بالعافيه وبس اعتمد على التحفيز والاراده. فاتمنى ان شاء الله يعني الحاجات دي كده تبقى خطوط عريضه بسيطه الناس تبتدي فيها، ان شاء الله نحاول نزود عليها بعد كده لا باذن الله. احنا طبعا دلوقتي احنا فات يا دكتور اكتر من نص ساعة، بس انا طبعا ما مش شاء قادرين الله نسيبك، فاحنا على وعد طبعا هتعمل لنا حلقة معانا خواطر كوتش إن في شاء الله رمضان، وهنخليها في اول رمضان يا ريت، في اول يوم مثلا، خلينا من اوائل الحلقات، اول او تاني يوم حلقة إن شاء الله بالكتير.
او يمكن اخليها اليوم اللي قبليه، على اساس تدينا كده ايه الروجيتا الجميله الصغنونه بتاعه ايه الهيلسي في رمضان ان شاء الله. يعني سعدنا شرف بيك يا ليا ان انا دكتور ابقى مع جوهر على حضرتك، القعده طبعا، شرف ليا والله وبجد بجد ان انا ابقى مع حضرتك في الله اي وقت يكرمك. حضرتك تأمري وانا طبعا احنا مسؤول. كل يعني احنا كل شويه كده هنزعجك طبعا، وهناخد برضو هنشوف ايه اللي هيجي لنا رد فعل الناس من ان الحلقه ان شاء شاء الله الله، واي كل ما اجمع تساؤلات كده نعمل ان شاء الله حلقه مع حضرتك، ودايما تجيب لنا برضو الجديد والابحاث الجديده ان نقولها شاء الله للناس. وبدعوكم طبعا كلنا نشترك في القناه ويلنس فود، وبشكر الدكتور بجد كتير جدا دكتور محمد، ربنا يبارك تعبناه في حضرتك. وراجع من شغله عشان نجيب في التوقيت بتاع القاهره مع السعوديه. اتشرفت بيك، وكل الناس النهارده انا بنيابه عنهم كلهم بشكرك يا دكتور جدا بجد، ويا رب احنا دايما نقدر، وبشويه اراده كده مع موتيفيشن كويس مع استمراريه كلنا هنقدر ان شاء الله. انا عن نفسي خسيت اكثر من 25 كيلو، ما شاء الله خسستهم بالاستمراريه فعلا، وان انا اقتنعت يعني اقتنعت باهميه انك نخلي بالنا من صحتنا، اقتنعت باهميه ان المهم قوي اركع ما اصليش وانا قاعده مثلا، اقتنعت باهميه ان انا عايزه انا اخدم نفسي، ان انا ابقى خفيفه ولايت، فيعني دي كلها حاجات ايه هتفرق. والدكتور كان نموذج، فانتوا عندكم النهارده نموذجين، الدكتور كان نموذج وانا كمان كنت نموذج. متعك ربنا بالصحه، كل سنه وحياتك ربنا طيب، يبارك في اتشرفنا حضرتك بيك، طيبة. وانا كنت مستمتعه جدا 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 بجد والله، ويا رب نشوفكم دايما بخير وفي حلقات إن شاء تانية الله. كتيرة إن شاء الله، وإحنا نقدر، وتصبحوا على خير. سلام عليكم. عليكم السلام شكرا مع جزيلا يا السلامة. دكتور، ربنا يمتعك بالصحة. شكرا.